قال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر إن على قادة إيران إدراك أن هناك رئيسا جديدا في البيت الأبيض، مؤكدا أن الرئيس ترامب لن يقف مكتوف الأيدي تجاه انتهاكات إيران وسيستمر في اتخاذ الإجراءات المناسبة. فيما ذكرت مصادر حكومية أمريكية إن الإدارة تدرس اقتراح إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة التنظيمات الإرهابية. دكتور مختار، كيف قرأت تهديدات إيران بالرد على الولايات المتحدة؟ احنا قلناها في كثير جدا من حلقاتنا وقلناها في هذا الاستوديو، عندما تتحدث ايران فهي تكون جادة، والولايات المتحدة الامريكية تدرك وتعلم ان الدولة الوحيدة القادرة على تعطيل مصالحها او القادرة على انها تشكل شكل من المناوئة مع مصالح الولايات المتحدة الامريكية في منطقة الشرق الاوسط هي ايران. ايران تحدثت صراحة كده بان اذا الولايات المتحدة الامريكية اقدمت على اي خطوة تهدد الدولة الإيرانية سوف تكون كل القواعد العسكرية الأمريكية في منطقة الخليج بما فيها المصالح الأمريكية مهددة بما فيها إسرائيل، والولايات المتحدة الأمريكية تدرك هذا التهديد جيدا. في ظل حالة المناوئة ما بين الجانبين الآن أو إحياء الصراع ما بين الجانبين الآن، وهو صراع قديم جديد، الولايات المتحدة الأمريكية هتدرك الحرس الثوري كمنظمة إرهابية. طب وبعدين؟ طيب وهل إيران هتصمت عند هذه المسألة؟ أنا لا أتصور ده، والولايات المتحدة الأمريكية تدرك بأن هناك 5 ملفات على الأقل عربية إلى حد كبير جدا في مرمى اليد الإيرانية وصعب جدا التخلي عنهم من قبل إيران. المسألة محتاجة ترويض لأنه إيران أنا بعتبرها دولة متمردة وهي تاني أهم دولة في العالم بعد كوريا الشمالية بتهدد مصالح الولايات المتحدة الأمريكية.